عادة الحب عندك بيبدأ قوي قوي وبيبدأ حقيقي وبيبدأ عميق وبيبقى مليان حياة كده، في حيوية متشاف محسوس واضح باين. بعدين فجأة بيحصل حاجة أيا كانت، إيه اللي بيبقى حصل معاك أنت بيخليك خلاص مش مبسوط؟ يعني أنا بشوفها شجاعة إن أنا أول ما أبقى مش مبسوط أمشي. دي حقيقة، مش كل الناس قادرة تعمل ده. لا، وخلي بالك مش أول ما أبقى مش مبسوط. لا، أنت لو أنت حسيت أن أنت مش مبسوط هتفضل بتحاول أن أنت تشتغل أن أنت تبقى مبسوط، وبتفضل تحاول أن أنت تبقى مبسوط. لما بفقد الأمل مقدرش أن أنا أعيش في تمثيلية، مقدرش أن أنا أفضل عايش على المسرح. لا، لازم لما تعرف أنه الموضوع ما بقاش فيه أمل لازم يبقى عندك الشجاعة أن أنت تمشي. والخلي اللي قدامك كمان ما تسجنوش، صحيح، وتخليه هو تخدعوش. وما تخدعوش، وتخليه هو يدور على سعادته وانت تدور على سعادتك. لأن انت لو عشت في التمثيلية دي هتموت.